هذا هو الإرهابي، هذا هو الإرهابي. للخليل للجليل، للخليل للجليل. حرة حرة فلسطين، حرة حرة فلسطين. هذه الفعالية اليوم توحد الخليل وفي مواجهة مخططات الاحتلال التي يستهدف البلدة القديمة والحرم الإبراهيم الشريف. هذا العام ونحن نحيي الذكرى 28 لمزرعة الحرم الإبراهيم الشريف. الاحتلال صعد من إجراءاته سواء من بناء وحدات استيطانية جديدة في قلب الخليل أو مصادرة ساحات خارجية والبدء بالحفريات في الحرم الإبراهيم الشريف، وهي دعوة للمواصلة بشكل مستمر لأداء الصلوات في الحرم الإبراهيم الشريف. منذ 3 أعوام لن تتوقف الدعوات ويجب أن تستمر في إطار أكبر في مواجهة الاستيطان. يعني تمر اليوم الذكرى 28 لمجزرة الحرم الإبراهيمي ولا زالت مجازر الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مستمرة. فرسالتنا الأولى للاحتلال أننا سنبقى نقاوم هذا الاحتلال على أرض ظهر الخليل حتى زوال إن شاء الله، وأننا لن نتنازل عن سنتيمتر واحد من مدينة الخليل بكل ما تحويه من تراث وحضارة وتاريخ فلسطيني عربي إسلامي أصيل حتى زواله. الرسالة الثانية للمجتمع الدولي وازدواجية المعايير التي يتعامل بها تجاه القضايا الدولية، وآخرة التعامل مع أوكرانيا والتباكي على ما يحدث في أوكرانيا في حين التجاهل التام والمطبق لما يقوم به الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني على مدى العقود الثمانية الماضية. فآن الأوان لهذا المجتمع الدولي أن يصحو وأن يتعامل مع الشعب الفلسطيني كبقية شعوب الأرض. أما الرسالة الثالثة فهي لأمتنا العربية والإسلامية عمقنا الاستراتيجي والحضاري والثقافي، أن آن الأوان لكم أن تقفوا وقفة صادقة مع الشعب الفلسطيني وأن تساعدوه وتسندوه في الدفاع عن مقدساتنا العربية والإسلامية وأن تشدوا من أزره حتى زوال الاحتلال بإذن الله. نحن نتواجد هنا اليوم في هذه الذكرى السنوية مرور 28 عاما على المجزرة الصهيونية الرهيبة التي ارتكبتها عصابات المستوطنين داخل مسجد الحرم الإبراهيمي. أتينا هنا اليوم لنعلن صوتنا عاليا للتأكيد على رفض استمرار الاستيطان والاحتلال وعصابات المستوطنين وعباداتهم في هذه المدينة، وللتأكيد على تمسكنا في مدينتنا وفي وطننا.
وطننا ولرفع الصوت عاليا في وجه المجتمع الدولي الذي يشكل حالة الصمت التي يمارسها عامل تشجيع لدولة الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة جرائمها. نحن نقول وبمنتهى الوضوح سنواصل كفاحنا المشروع ضد الاحتلال وعصابات المستوطنين حتى تحقيق كامل حقوق شعبنا الفلسطيني. باعتقادي هذا قمع طبيعي في هذه المدينة التي دفعت الثمن الأكبر من شهداء ومن اعتداءات المستوطنين ولجيش الاحتلال. لم نتوقع غير يعني هذا البطش من قوات الاحتلال، لكن نقول أن دم شهدائنا علينا غالي، وبالتالي يجب أن نكون هنا دائما مع أهلنا في الخليل. يجب أن نرفض هذا الاستيطان وأن نقاوم هذا الاحتلال من أجل حرية وطننا فلسطين.